المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر واللي بيمثل الأغلبية البرلمانية افتتح امبارح المقر الرئيسي للائتلاف بالتجمع الخامس بشارع 90 الشمالي بالقاهرة الجديدة، ده بحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحزاب ونواب الائتلاف والشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام. ومن جانبه أكد رئيس ائتلاف دعم مصر في تصريحات خاصة لصباحك مصري على هامش افتتاح المقر الجديد إنه هيتم افتتاح مقرات على مستوى الجمهورية قريباً للتواصل مع المجتمع والاستماع لآراء المواطنين ومعرفة مشاكلهم وآرائهم في القوانين المعروضة على البرلمان للتخفيف من أعبائهم. بداية رحمة الله على اللي هو سامح سيف الأزل وهو مؤسس الائتلاف، وأنا بذكره دائماً بالخير ونذكره هنا النهاردة لأن ده المقر الرئيسي للائتلاف دعم مصر. إحنا نعمل المقرات على مستوى الجمهورية بالكامل إن شاء الله، دي اللي نقدر نتواصل بها مع المجتمع. احنا كائتلاف، احنا ائتلاف برلماني، فوجودنا كمؤتلفين داخل القبة ما نزلناش الشارع عشان نتواصل مع المجتمع، نسمع منهم ويسمعوا مننا. في قوانين نقدر نتناقش معاهم، لو عندهم اضافه نقدر نسمعها، وبالتاكيد دايما عندهم اضافات، واضافات هامه جدا يا اما في القانون يا اما في قرارات الوزاريه يا اما في اللوائح اللي بتصدر من الهيئه او الجهه اللي ان شاء الله نوصل بيها نقلل الاعباء على المواطن، يضمن انه عنده خدمه افضل، فدايما في تواصل حتى يقتنع برضه بالواقع. لو هو طلب شيء لازم نناقشه فيها ونجيب المسؤولين كلها تناقش هنا ويعرف ما مدى الامكانيه ان هو ممكن ينفذها او لا، عشان يبقى متقبل، ما يبقاش متخيل لا انا ممكن اعمل له حاجه ما عملتهاش. لا، مصر لن تبخل على حد، المجلس كله ما بيبخلش، القياده السياسيه في صوره الرئيس الفتاح السيسي ما بتبخلش عن حد، بالعكس هو مشجعنا جدا ان احنا ناخد قرارات جريئه جدا، قرارات فيها اصلاح. في بعض الاحيان المواطن ما بيبقاش راضي، لكن هي لمصلحة الجميع وهيحس بالرضا ان شاء الله قريبا باذن الله. هل هذا المقر هو مكان ان اي مواطن عنده مشكله يقدر ان هو يجي يعرضها على الائتلاف في هذا المقر؟ ما اقدرش اقول انها مشكله خاصه، ما نقدرش نحل احنا هنا مشاكل خاصه، اللي عنده فكره لاصلاح مجتمعي او اقتصادي او عنده كده يجي هنا يتقدم، وهنعمل زي صفحه الكترونيه بيقول فكره وبتعمل فيها اجتماع، بنجيب الناس عشان يبقى الكلام نقدر نجيب متخصصين نناقش الموضوع ونطلع بالفايده ان شاء الله ان نصلح القصه. اخيرا، هل حضرتك راضي عن دور الائتلاف خلال الفتره الماضيه؟ الائتلاف تحمل كتير جدا، تحمل فاتوره بتاعت السنوات السابقه مضطر ان هو كان يتحملها عشان فعلا نعدي على الاصلاح. نواب الائتلاف تحملوا ما لا يتحمله بشر. حضرتك يمكن سمعت الاشاعات اللي بتطلع عن الائتلاف كثيرا، سمعت الاتهامات اللي دايما بتوجه، لكن عايز اقول ان الائتلاف وانا ووابنا الاخرين، مش عايز اقول الفضل فقط يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى لنواب الائتلاف فقط، لكن احنا كمجلس النواب تحملنا الكثير عشان نصلح عوار السنين اللي كانت موجوده، نحط البلد على طريق السليم ان شاء الله، بحيث لما حضرتك تصلح يبقى بتصلح على سليم مش بتصلح على باطل يعني.